أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الجمعة 25 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الحوت عاطفيا: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى. واسع جاهدا إلى المستقبل، قد تكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص فقط. عليك أن تتجنب الزهو بنفسك. مهنيا، الأجواء المستجدة في العمل قد لا تكون مريحة وتسبب لك الإرهاق. انتبه، اعتني بكل شيء ضروري لإنجاح أهدافك، ولا تركز في الأمور التي ما من فائدة لها لك. صحيا، اعتني برشاقتك، وإذا كانت معلوماتك الطبية بسيطة لا أس بزيادة المعرفة والبحث عن مصادر موثوقة إلى أن تبقى صحتك في أفضل حالاتها. توقعات برج الحوت للرجل: انجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة. واليوم جيد للخطوات الإيجابية وللعلاقات والسفر، ولتعبر عن نفسك وعن رأيك. حاول أن تأخذ اليوم دور المصغي وانتظر الفرصة المناسبة لتشرح وجهة نظرك. توقعات برج الحوت للمرأة: عليك أن تكون اليوم أكثر دقة وتركيز، وأن لا تتركي أي شيء يقف في طريق أمالك وطموحاتك، فأنت الأهم بالنسبة إليك، ولن يهتم بك أي شخص بقدر اهتمامك بنفسك. عليك توخي الصبر أثناء تعاملك مع الأشخاص اليوم، فقد يكون مزاجك أو مزاجهم سيء بعض الشيء. لا تخافي من الشد والجذب، لكن لا توصلي الأمور إلى عراق حاد وضخم. صحيا، ابتعدي قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات. مؤشرات برج الحوت ليوم الجمعة: الطاقة 100%، العاطفة 75%، النجاح 100%، الصحة 90%. أرقام الحظ لبرج الحوت ليوم الجمعة: 20، 88، 71، 33. توافق برج الحوت ليوم الجمعة: في الحب مع الأسد، في الصداقة مع القوس، في العمل مع السور.